نتواصل مشاهدينا الكرام ونرحب بالجمهور الكريم اللي توافد على أرضية هذا الميدان لمتابعة انطلاقات الصباح وانطلاقات سن الفطامين، هذا الجيل الناشئ والصاعد إلى تحديات الختاميات وتحديات أيضا المسارات القوية والذهب والكوز. على بركة الله نسير بشوطنا الرابع الخاص بالجعدان الفطامين من مسافة 1500 متر. البداية هناك شاهين محمد بن راشد العويسي من ينطلق مع البداية ويقدم لنا شاهين مع المقدمة. المركز الثاني هناك مهيب ناصر بن خليفة بن عبد الله الراسبي مع المركز الثاني، والمركز الثالث ثالث المراكز هناك الشقب حمدان بن محمد بن سالم الدرعي مع المركز الثالث، والمركز الرابع رابع المراكز شاهين جاسم بن سالم المسافري مع المركز الرابع، والمركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام شاهين سعيد بن عبد الله بن مطر الرميثي ممثل السمحة الدائم ينطلق مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة لهذا الشوط المثير. نعود مع البداية ونتابع تحدياتنا، نتابع سن الطفولة وسن التحديات، الجيل الصاعد البداية. هناك تغيير غير الشقب، غير الشقب البداية وغير صدارة هذا الشوط حمدان بن محمد بن سالم الدرعي، غير غير يبي يذهب بالسلام لهالي القوع لهالي القوع لهالي القوع في هذا الصباح المميز. المركز الثاني هناك مهيب ناصر بن خليفة بن عبد الله الراسبي، ولكن سلم على القوع سلم على القوع سلم مع الشقب مع الشقب على البداية وعلى صدارة هذا الشوط الشقب حمدان بن محمد بن سالم الدرع من يقدم لنا الشقب مع البداية مع المركز الأول. سلام يا القوع، ولكن الله يا شاهين وصل شاهين سلطان بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطري وصل وصل راعي الأسامي الشرية الله يا بالشر. الأمتار الأخيرة مشاهدينا الكرام حسمها بالشر، تهانينا والناموس على فوز شاهين بالمركز الأول سلطان بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطري. سلام يا راس الخيمة، سلام يا راس الخيمة، سلام على هذا الإنجاز المميز سلطان بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطري على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني كان فيه الشقب حمدان بن محمد بن سالم الدرعي، والمركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا الكرام الثالث كان في ميم ناصر بن خليفة بن عبد الله الراسبي. التوقيت الزمني دقيقتين و16 ثانية هو التوقيت الزمني، تهانينا والناموس.